ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الأعزاء. وطبعا كلنا الفترة اللي فاتت اتحبسنا كتير، وطبعا كورونا أثرت علينا وعلى السياحة العالمية وعلى السياحة في كل مكان. كلنا كنا محبوسين، مش عارفين نخرج نتفسح نشوف الدنيا نشوف الجمال الطبيعة. ودلوقتي بس ابتدينا وقررنا وقرر العالم كله ان احنا نتعايش مع هذا الفيروس ونقي أنفسنا. وطبعا في شركات كتيره في هذه الايام بتستعد للسياحه الشتويه، وبنشوف عروض كتيره جدا جدا. ولكن مشاهدينا الاعزاء، في شركه مميزه جدا في السياحه هنتكلم معاها ونشوف ازاي نختار رحلتنا ونشوف ازاي نختار المكان اللي احنا هنروح له. معانا ومعاكم النهارده الاستاذه اشجان محمد، بنرحب بحضرتك. اهلا بحضرتك. ومعانا استاذ بسام هلال، بنرحب بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. اصحاب شركه فولاندو ترافل كومباني، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. في البدايه بقى عايزه اعرف، انا ببقى مبسوطه جدا 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 لما بلاقي كده صاحبه شركه ست مميزه رافعه راسها. ايوه كده ارفعوا راسنا. طيب عايزين نعرف بقى قصه الشركه جت ازاي معاكي، وازاي اسستيها، وازاي عملتي الكيان الهايل في السياحه ده ما شاء الله. ربنا يخليك، متشكره جدا لحضرتك. هي في البدايه طبعا بقول لحضرتك ميرسي جدا، بقول لكل الناس كل سنه وهم طيبين وحضرتك طيبه، هابي نيو يير، سنه سعيده علينا ان شاء الله، ونعوض اللي فات في كورونا. هي البدايه انا كنت شغاله في دبي، واسست شركه تخليص معاملات في دبي، لان حضرتك عارفه الدول الخليج عموما كلهم قايمين على الوافدين، فبيحتاجوا شركات تخليص لاوراق الوافدين، تمام؟ فاحنا عملنا شركه، انا وزوجي عملنا شركه تخليص معاملات، بنأسس شركات للمستثمرين، بنخلص اوراق العاملين في الشركات، بنعمل الايجاري، بنعمل كل تخليص المعاملات بتاع الشركات، تمام؟ وبعد كده قعدنا خدنا خبره حوالي 5 سنين في الامارات، وبعد كده قررت انا وهو اللي احنا ننزل مصر بقى نفتح شركه هنا في بلدنا يعني، ونستقر لان اولادنا ابتدوا يكبروا. ففتحنا هنا شركه فلاندو ترافل، تمام؟ بنعمل فيها سياحه داخليه، سياحه خارجيه. ما انا لسه كنت عايزه بقى اسال حضرتك ايه النشاطات اللي انتوا بتقدموها في شركه فولاندو ترافل كمباني. والله احنا بنعمل كل انواع السياحه الداخليه، يعني بنطلع على الاقصر واسوان، الغردقه، شرم الشيخ كده، يعني كل انواع الرحلات. يعني انتوا ان شاء الله في السياحه الشتويه هتطلعوا رحلات للاقصر واسوان؟ طبعا طبعا، عاملين رحلات كويسه جدا وعروض حلوه كده واسعار محترمه جدا. جدا وبرامج جميله. ايوه طبعا طبعا، الناس كانت محبوسه وما هتصدق. ايوه عاملين برامج حلوه جدا يعني. يلا مشاهدينا الحلوين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، عايز رحله وما حصلتش، أيوة. على طول اتصل بارقام شركه فولاندو ترافل اللي موجوده على الشاشه. ان شاء الله مقدمين عروض كويسه جدا بالنسبه لفنادق 5 ستار، كروز الاقصر واسوان سواء بالطيران بقطر النوم، شرم الشيخ والغردقه، فنادق كويسه يعني، اوفرات كويسه ان شاء الله. جميل جدا. مستر بسام بقى، هل حضراتكم من خلال شركه بتوفروا فرص عمل بالخارج؟ يعني بتعملوا تاشيرات لل بنوفر فرص عمل بالخارج في، طبعا انا في طبعا مكتب خدمات في السعوديه، لان طبعا السعوديه هي تعتبر الحاجه المصدر الموثوق فيه عامه يعني، لان كل حاجه بتكون قدامنا على السيستم، ما فيهاش اي لعب، ما فيهاش اي حاجه، حتى كمان عشان العميل يكون ضامن المصداقيه من خلال الشركه. طبعا انا ليا هناك اصدقائي طبعا في المملكه، اصحاب مطاعم، اصحاب شركات برضو انا اعرفهم، لان انا عندي برضو هناك مكتب خدمات في المملكه في السعوديه، فطبعا هم بيحتاجوا عماله من مصر من هنا، فاحنا طبعا بنقدر ان احنا نوفر لهم ايه ان العماله دي. وطبعا احنا من خلال حتى الشركه احنا ما بناخدش اي مقدمات خالص، غير بعد ما استلم العميل يستلم تاشيرته ويستلم العقد العمل بتاعه برضو، عشان يكون في مصداقيه اكتر مع العميل. ممتاز جدا، ممتاز. طبعا في ناس بيهمها جدا الموضوع ده، لان احيان كثيره بيبقوا مش لاقيين شغل في مصر، أكيد. فبالنسبه لهم فرصه السفر بتبقى بالنسبه لهم فرصه ذهبيه، علشان ان هم يقدروا ان هم يتحصلوا على راتب شهري محترم يكفيهم. أكيد هم طبعا. انا بس عايزه اوضح نقطه فضل. في كلام استاذ بسام، احنا شركه فلاندو ترافل احنا شغالين الرحلات الداخليه والخارجيه، زي ما قلت لحضرتك متعاقدين كمان داخلين شركة مع شركه ابو عياد للحق العماله بالخارج، لان لازم طبعا عشان نسفر حد من هنا يكون من خلال شركه مرخصه هنا في الدوله، تمام؟ فاحنا من خلال شركه الحق العماله دي بنقدر ان احنا نسفر العماله للخارج سواء السعوديه او الامارات.
يعني حضراتكم بتتعاونوا مع الشركات طبعًا الاخرى طبعًا ممتاز طبعًا جدا ممتاز وكل ده بيصب في الاخر في مصلحه المواطن اللي حابب انه يسافر او ممتاز جدا. طيب عايزين نعرف بقى لو عندكم نشاطات تانية بتقدموها في في الشركه عند حضراتكم. والله احنا بنقدم زي ما قلت لحضرتك تذاكر الطيران، تيكت الطيران، الاوفرات اللي على الفنادق، على المطاعم، على سواء في السياحه زي ما في شرم، الغردقه، الاقصر واسوان، سياحه خارجيه. بالنسبه للشركات اللي عندي في دبي، انا عندي شركه تنظيم حفلات، فبقدر اعمل حفلات كمان في دبي من خلال الشركه بتاعتي هناك، اسمها شركه اجدل محمد موسى لتنظيم الحفلات. تمام، دي ترخيصها في دبي. وعندي شركه اونلي داي لتخليص المعاملات، دي اللي انا بقولت لحضرتك عليها، اللي هي بقدر ان انا اخلص جميع الرخص بجميع الانشطه بجميع الاجراءات للعميل او الوافد او المستثمر من اول ما بيدخل الامارات لحد ما بيستلم هويته في ايده. انا بقدر اعمل ده كله من خلال الشركات بتاعتي. حلو جدا. يعني طبعا الوافد بيبقى الغريب اعمى ولو كان بسيط طبعًا، بيبقى مش عارف. فحضرتك بتقومي بتخليص كل المعاملات جميع الخاصه جميع الاجراءات جميع الاجراءات. ممتاز ممتاز جدا. طيب هل بقى بيبقى في فرد بيحجز غير اللي هو بيقول بنقول عليه انديفيدوال، غير الجروبس، غير المجموعات؟ هل طبعًا حضرتك بتقدمي سبيشال برايس او سعر مميز للمجموعات؟ طبعًا. يعني مثلا لو شركه دلوقتي بتتفرج علينا، شركه كبيره وحابه ان هي تعمل رحلات للموظفين اللي موجودين عندها، طبعا بنقدر نعمل لهم اوفر كويس جدا للجروبات غير الكاستمر لوحده، وبنعمل ده لسعر الجروبات ليها سعر تاني طبعا، يعني نعمل اوفر كويس جدا للشركات الكبيره. تمام جميل تمام. طيب حضراتكم طبعا بتحافظوا على الاجراءات الاحترازيه، يعني العدد مثلا بتبقى يعني بتبقوا محافظين على الاجراءات طبعا الاحترازيه؟ عشان طبعا الوباء اللي احنا فيه حاليا لازم نكون محافظين على كل حاجه. اكيد اكيد. طيب كمان لما بيبقى فيه تور جايد بيبقى طالع بيتابع الجروب لما بيطلع، لازم يعني الاجراءات الوقائيه الاول نتبعها احنا الاول. مثلا الباص 52 كنا بنطلع 48، دلوقتي بناخد مثلا 23 فرد بس، يعني نص الكاباسيتي بتاعتنا. طبعا عشان الاجراءات الاحترازيه. ممتاز تمام. حتى الفنادق ما نقدرش ان احنا نسكن ثلاثه مثلا مع بعض، لازم كابل سنجل كده. تمام. الاول كنا ممكن نسكن ثلاثه كده، لكن دلوقتي عشان الوباء اللي احنا فيه طبعا بنحافظ على قد ما نقدر. اكيد. ممتاز جدا. والله انا شايفه ان شركتكم محترمه جدا وبتقدم خدمات هايله جدا جدا جدا. ربنا يخليك يا رب. طبعا احنا في نهايه فقرتنا بنشكر حضراتكم جدا. حضراتكم حابين تضيفوا اي حاجه عن الشركه او عن نشاطاتها؟ لا ميرسي. شكرا جدا لحضرتك. في نهايه فقرتنا مشاهدينا الاعزاء بنشكر الاستاذه اشجان محمد رئيسة مجلس إدارة شركة فولاندو ترافل كمباني، الست اللي مفرحاني كده وبصي يعني فرحانة بيكي جدا جدا ما شاء الله عليك. وطبعا معلش يا أستاذ بسام. وبنشكر الأستاذ بسام هلال صاحب شركة فولاندو ترافل كمباني، بنشكر حضرتك جدا، نورتونا بجد ومبسوطين بالعروض اللي انتم بتقدموها. وطبعا مشاهدينا الاعزاء زي ما قلت لحضراتكم للتواصل مع شركه فولاندو ترافل كمباني الارقام موجوده، كانت موجوده طول الفقره على الشاشه، كمان عنوان الشركه وازاي تتواصلوا معاها. الفقره معاكم والحلقه كلها خلصت بسرعه جدا جدا جدا. استنونا الاسبوع الجاي في نفس الميعاد وحلقه جديده من برنامجكم هي وادم. اشوفكم على خير.